يعني ايه قاعدين بنتعلم سوا. اهم كلمة النهاردة الدكتور هاني حمزة قالها ايه في الاول خالص؟ مين كان حاضر من الاول؟ قال ايوه، اهم كلمة ايه يا مينا؟ ان احنا لسه مش فاهمين الفسيولوجي كويس. ها ف it is the fool leading the blind right now. لا ما تقلقوش ان شاء الله هنقعد نهبص مع بعض. لا الموضوع سهل خالص، كلنا عارفين ان الفيجوال باثواي بيبتدي بان احنا بالاكسونز بتاعه الريتنال نيرف فايبرز، او بيكونوا لنا الاوبتيك نيرف، والاوبتيك نيرفز الاثنين بيديكاسيتوا عند النيزل فايبرز، بتديكاسيت عند الكياسما، وبعدين عندكم الاوبتيك تراكت، ويحصل اول ريلي فين؟ عند اللاترال جينيكيوليت بودي، وبعد كده يحصل ايه ال او سكند ريلي اكشلي. ها بعد كده الاوبتيك راديشن ورا للايه، للاوكسيبتال كورتكس. تمام. الدكتور ياسر سليمان بيفكركم بانه الاوبتيك نيرف دوت هو عباره عن بيور وايت ماتر، هو اكشلي اتس لايك اتراكت. تمام. ليه؟ لا لا لا، لو مش هتفرق في الريزوليوشن او نور لهم ورا. اوكي. لا انا ما عنديش مشكله. تمام. وانا هسيب لكم البرزنتيشن الحقيقه علشان يو كان ريفرش يور ميموري وذ ات. اوكي. And the fibers are arranged in fascicles. وإن إحنا عندنا just a sec. بس كده airplane mode. وإن إحنا عندنا parenchyma okay فيها cells مختلفة زي ال oligodendrites وال astrocytes وال microglia و others. مهم ان احنا نعرف البارينكما ديت، نعرف فيه كل سيل ايه الفانكشنز بتاعتها. اوكي. الاوليجودندروسايتس هيعملوا لنا المايلين شيث، الاستروسايتس هيعملوا جلايكوجين ستور، لان احنا في النيورو ترانسميشن ان جنرال وي ويل نيد سم سورت اوف انرجي. اوكي. اند ذي تيك اب اند ان اكتيفيت ذا نيورو ترانسميترز اند ذي ايد ان ذا اميون ريسبونس، ريجوليت ذا اكسترا سيلولار بوتاسيوم، اللي الدكتور هاني حمزه وضح لنا عن برضه ان هو مهم جدا في الاكشن بوتنشال بتاعنا. دكتوره سهير تليفونك. اوكي. وبيعمل كنترول على ترانسبورتيشن اكروس ذا بلاد برين بارير، وبيعمل شويه ديفلوبمنتال كنترول اوف اكسونال اكستنشنز from the retina to the lateral geniculate body. اوكي. انا قاعده بقرا معاكم يعني. في بقى الميكروجلايا اللي هي مهمه جدا، لها اميون فانكشن. ليه؟ لان هي بتعمل فاجوسايتوسيس، ها، و بتبريزنت الانتيجين ايه للتي لينفوسايتس. يعني لما يبقى عندنا ثريت يبقى الميكروجلايا ديت ار جوينت تو ورك تو ايه، تو بروتكت اس اجينست ذس ثريت. Other cells will include the meningeal epithelial cells, mast cells, macrophages, and Schwann cells. Sorry. يا جماعة عدم وجود النور ده حاجة مش كويسة. طيب. هي الريتنال جانجيو سيل اكسنز ديت هتروح فين؟ هتروح أول حاجة لل lateral geniculate body. هتروح فين في lateral geniculate body؟ في واحدة من الإيه؟ من الست layers بتوعها. في اثنين لايرز اللي هما بتوع الماجنوسيلر سيلز، وفي اربعه لايرز اللي هما 3 4 5 6 دول بتوع الباربوسيلر سيلز، وفي كمان نوع ثالث من السيلز بيبقى موجود في الديفرنت لايرز. يعني عندنا الست لايرز دول بياخدوا من كل ناحيه. اوكي. من كل واحد من ناحيته، وكمان بيجي له انبوت من الناحيه الثانيه طبعا، لان احنا اوريدي خلاص حصل الديكاسيشن في الكيازم. طيب كمان بيروحوا فين غير اللاتر جينيكال بودي؟ بيروحوا للبريتكتيف نيوكليس عشان ديت المسؤوله عن بيبولاري لايت ريفلكس، وبيروحوا للسوبيريور كوليكليس عشان دوت اللي هي كوردينيت الريتنال كورتيكال كنترول اوف سكاديك اي موفمنتس اللي هي اتكلم عليها الدكتور عبد العزيز. يبقى الاكسونز هتروح اللاتر جينيكليت بودي، هتروح البريتكتال نيوكليس، هتروح السوبيريور كوليكليس علشان اشوف
وعلشان يبقى في ريجوليشن لكميه اللايت اللي داخلي، وعلشان يبقى في اي موفمنت مظبوطه للعينتين مع بعض. كمان بيروحوا للهايبوثالامس، اوكي، ودي سوبرا كاريزماتيك اند بارا فنترال نيوكلياي، ودول ريسبونسبل فور النوم بتاعنا، هننام كويس ولا مش هننام كويس. اوكي، يبقى ثلاثه هيروحوا لحاجه مهمه جدا في الصحيان، اني اشوف ها ميلاتونين. انت راس ميلاتونين بقى لما يبقى عندك جاك لاج. اوكي، ثلاثه رايحين مهمين جدا علشان اشوف عيني تتحرك كويس والبيبل يرسبوند كويس، وواحد رايح عشان انا انام حلو. خلاص، طيب الاكسون كوندكشن، ودي بقى الحته العقر ها اللي هنقعد نفك طلاسمها مع بعض دلوقتي، بس هو حقيقه مقدمه للدكتور هاني حمزه اداها شويه في الاكشن بوتنشال والديبولاريزيشن والريبولاريزيشن، حلوه جدا، لان هو المهم عندنا البروباجيشن بتاع الامبلس بيحصل ليه؟ بيحصل علشان بيحصل سايكلز من الديبولاريزيشن. ولو تفتكروا دكتور هاني قال لنا ايه فكره الـ كل السيلز مالها فيها نيجاتيفلي تشارجد، صح؟ تمام؟ لكن القاعده احنا عندنا في الريتنا في الريسبتورز حاجه، وفي بقيه السيلز كلها الماسكولو سكيلتال والنيورولوجيكال كله حاجه ثانيه، احنا بدانا في الحاجه الثانيه، فاحنا في الاكشن بوتنشال بتاعنا احنا بيحصل الاول ديبولاريزيشن، الاول الريستنج بتاعنا عند ماينس 90 او اللي ماينس 80 اللي الدكتور هاني حمزه قال عليها، وبعدين مع الانفلكس اوف ذا صوديوم بيبتدي يحصل لنا ديبولاريزيشن، وتقل البولاريزيشن ديت، والشانلز يحصل فيها ايه؟ تقفل، هيحصل اكيوميليشن، تقوم ايه؟ تفتح، ويحصل ايه؟ الافلكس اوتوردز اوف البوزيتيف تشارجز، عشان ارجع تاني يحصل لي ايه؟ ريبولاريزيشن، وفي نقطه بيحصل فيها هايبر بولاريزيشن. اوكي؟ هو again هنا باينه هنا اوضح، او الكلام باين اوضح، بيحصل threshold of excitation، الصوديوم channels بيفتحوا والصوديوم بيبتدي يخش جوه الخليه، بعد كده البوتاسيوم channels تتفتح والبوتاسيوم يبتدي ايه يخرج بره الخليه، يبقى انا الاول دخلت positive charges بعادل النيجاتيفيتي اللي عندي، لما زادت انف وابتدى يحصل ريسبونس تبتدي ايه الشانلز بتاعت البوتاسيوم هي اللي تفتح، فالبوتاسيوم يخرج يخرج عشان يرجعها لي تاني بالتدريج لايه للنيجاتيفيتي. اوكي، المرحله اللي بعد خروج البوتاسيوم بيحصل ايه؟ الصوديوم شانلز they become refractory and there is no more sodium coming in، وبعدين البوتاسيوم continue to leave the cell continues to leave the cell، ف I'm getting gradually negative تاني. اوكي، I'm getting to the minus، potassium channels will then close and the sodium channels will reset. اوكي، وضحت؟ وتقوم ايه بقى الامبلس تو بروباجيت، تروح تفضل ماشيه كده بقى. هنا مع بدايه الاكشن بوتنشال يحصل الديبولاريزيشن، اوكي، وابتدى جوه نبقى بوزيتيف وبره نيجاتيف، الجزء الازرق، بعد كده اتعكست في المنطقه دي وتتنقل للجزء اللي بعدها، وهكذا ثرو الايه الاكسون. بس ده بيحصل اندر ريجوليشن بالايه بالمايلين شيث والكفرز بتاعتي. اوكي، فهو مهم جدا المايلين شيث دوت، ليه بقى؟ علشان الكلام دوت لا يبقى extremely quick، اوكي، او يبقى extremely slow، يبقى عندي some sort of balance. وعشان كده برضو because the mannan sheath will increase the resistance، يعني هيعمل لي شويه slowing down، the mannan sheath بتاعنا ما هوش continuous all through، في حاجه اسمها النودز اوف رامبيه، ديت بتعمل ايه؟ دي بتريجوليت الاكشن بوتنشال، بتخلي الموفمنت بتاعت الصوديوم ما هياش سريعه قوي. فيبقى النودز اوف رانفييه they are small areas of unmyelination with high density of ionic channels، ionic channels كتيره جدا، بتعمل ايه؟ بتخلي بيبقى فيه some sort of depolarization jumps، فما يبقاش المايلين slowing down، لا it allows for some speed. طيب الاكسونال ترانسبورت ليه two directions،
واحد من السيل through the axon، واحد من الاكسون back to the cell body. فدوت الاولاني اسمه orthograde والتاني اسمه retrograde، وكل واحد فيهم ليه اهميته. الاورثوجريد عاده هو اللي سريع والريتروجريد ابطا، بس كمان الاورثوجريد دوت فيه كومبوننت فاست، ودوت اللي عايزه فيه النيورو ترانسميشن يبقى سريع جدا. لكن لما يحصل عايزه اعمل سينثيسيس او عايزه النيورو ترانسميترز تتكون او يبقى فيه some sort of a cytoskeleton او كده structural، الحاجات structural they move slower، محتاجين يطبخوا بالراحه، يعني بالكو ده الرز كده. اوكي، فالفاست كومبوننت دوت عشان ترانسميتر النيورو ترانسميتر فيسيكلز، ودوت انرجي ديبندنت. السلو كومبوننت في سلو كلاس اي وكلاس بي. انا مش عارفه اذا كانت الارقام ديت بدقتها ديت مهمه بالنسبه لكم ولا لا، بس السلو كومبوننت هو اللي هيكاري السيتوسكيلتون وهيكاري نيورو فيلمنت بروتينز، والسلو كلاس بي دوت هيكاري الاكتين والمايوسين والانزيمز والميتوكوندريا which are very very important. الريتروجريد بقى دوت اللي هاف سبيد بتاع الفاست كومبوننت بتاع الاورثوجريد، ودوت اللي بيرجع البريك داون برودكتس، دوت اللي بي ديستريبيوت الجروث فاكتورز، دوت اللي بيرجع لي او بيشيل الريليست نيورو ترانسميترز. طيب مهم ان احنا نعرف الكلام دوت، احنا مهم نعرف الامباكت بتاع انه الاكسون ترانسبورت دوت يبقى انتربتد. هو بيبقى انتربتد بايه؟ بالضغط عليه. الضغط دوت يكون بجلوكوما ارتفاع ضغط العين، يا بانكريست انتركرينيال تنشن، او بان هو يضغط عليه لدرجه انه يتقطع. في كل الاحوال هيحصل ايه؟ اكسونال دامج، يعني الامبولسز اللي المفروض تبقى ترانسميتد من الاي تو ذا برين هيحصل لها ايه؟ انتربشن. وده يدخلنا في الحته الغميقه بتاعت النيورو بروتكشن. ما تقلقوش النهارده البرزنتيشن دي فيري كده جست تو ريمايند يو، اللي عايز يتعمق يروح يتعمق. اوكي؟ تمام. فعشان نفهم نيورو بروتكشن لازم ابقى عارفه السورسز بتاعت الاكسونال انجري، عارفه الديفرنت ميكانيزمز اوف سيل ديث، وافهم بقى انه لما اعكس دول انا هعمل ايه؟ نيورو بروتكشن. طيب الاكسونال انجري زي ما قلنا في ترانسكشن، والجلوكوما كبريشر، والبابيليديما برضو بريشر انكريست انتركرينيال تنشن، لكن الاسكيميا بتخلي مقاومه التيشوز ان جنرال تو اني بريشر حتى النورمال بريشر بتخليها اضعف، الانفلاميشن تعمل نفس الشيء، وفي الدايركت كومبريشن. اوكي، فهم الاكسون انجري ممكن تكون بسبب ترانسكشن انا قطعت خالص، اسكيميا، انفلاميشن، كومبريشن، جلوكوما، انتابيليديما. طيب امال السيل ديث ايه بقى؟ انواع السيل ديث عندكم الابوبتوزس، ودي بتتسالوا فيها، واي ثينك انكم بتتسالوا فيها في الجزء بتاع الجينيتكس والجزء بتاع النيورو بروتكشن، بتتسالوا فيها على ديفرنت ليفلز، فدي حته مهمه. الابوبتوزس ايه؟ احنا كل سيل في جسمنا بروجرامد انها هتموت في لحظه ما. اوكي؟ فده بروجرامد سيل ديث. Through what normal physiological biochemical pathways المفروض، لكن ال aggregation بتاعها اوكي او ال exaggeration فيها هو اللي بيسبب لنا الامراض. طيب مين المسؤول عنها؟ المسؤول عنها mostly بتبقى الميتوكوندريا بكل الاجهزه الموديوليتنج اللي موجوده فيها، فبيحصل ميتوكوندريال depolarization وبيتسبب في activation of the intracellular enzymes اللي هتهضم السيل من جوه، بتاكل نفسها من جوه، فيحصل لها total fragmentation، وبعد كده يحصل phagocytosis بالسيلز اللي مسؤوله عن كده. يبقى اول حاجه في الميكانيزمز اوف سيل ديث بالنسبه للريتنال جانجليا سيلز عندنا الابوبتوزس، تاني واحده هي الاوفر اكسايتيشن، ودلوقتي هتلاقوا كلام كتير قوي 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 الاوفر اكسايتيشن بتاعتنا على الموبايلز، انتوا عارفين لها ديدلي افكت على البرين سيلز نوت يور ايز،
It's your brains that are being eaten alive واحنا قاعدين على الموبايلات وفرحانين بيها عشان حاله الاكسايتابيلتي المستمره. ولما بيحصل لنا شويه ادابتيشن فبيضطر يفرز اكتر واكتر. You know something, there are some brain scans of people who are addicted يعني للسكرينز. احنا بنتكلم في ارقام ساعات محترمه يعني. Just like a cocaine addict. البرين بتاع ده شبه البرين بتاع ده، شبه البرين بتاع الناس اللي عندها ديمنشي متاكل. اوكي، فيبقى تاني حاجه بعد الابوبتوسس الاوفر اكسايتيشن. ليه؟ عشان الجلوتاميت اللي بتطلع. اوكي، اكسس جلوتاميت از جلوكوما والتليفونات. الهارد سيل بيحصل لها التليفونات للبرين، ها اكسس جلوتاميت في العين ده زي ما بيحصل في الجلوكوما خلاص. ف النيوتامين بي اوجمنت الجلوتامين ترانسبورترز، وعلشان وده بيعمل ايه، وكمان بيعمل ايه، بيعمل بلوك للجلوتاميت اي ريسبتورز. يبقى انا لو عايزه ادي حاجه سبلمنتري او بتمنع الاوفر اكسايتيشن دي، ممكن افكر ان انا اقلل الريليس اوف جلوتاميت عشان اعمل نيورو بروتكشن. تاني حاجه، في جروث فاكتور مهم جوه اللي هو ايه، البرين درايفد نيوروتروفيك فاكتور. ده برضو لو مش موجود هيبقى عندي سيل ديث. يبقى اول حاجه ابوبتوزس، تاني حاجه اوفر اكسايتيشن، ثالث حاجه ذا لاك اوف البرين درايفد نيوروتروفيك فاكتورز. ودوت عشان اعدله ادي حاجات فيها نيوروتروفيك فاكتورز. طيب بعد كده في ايه كمان؟ الفري راديكلز. دايما بنتكلم على الاوكسيديتيف ايه، اوكسيديتيف دامج. يبقى انا ممكن ادي انتي اوكسيدنتس عشان اعمل نيورو بروتكشن. خامس حاجه، ان يبقى في ابسنس او ديبليشن في النيوكليولس اورجانيزر ريجنز. نيوكليولس اورجانيزر ريجنز ديت حاجات بتحاول ان هو ريجنريت السيل. فدامج اوف ذا ميتوكوندريال ميمبرين ممكن بيعمل لنا سيل ديث، وده ممكن يبقى نوليفايد او بمعنى ان انا اقاومه بان انا ادي الالفا اجونست، لان هي زي البريمونيدين علشان هم بيحافظ على الميتوكوندريا ميمبرين. يبقى لحد دلوقتي خمسه هم اكتر. يبقى الابوبتوزس، اوكي اول حاجه الابوبتوزس، بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم، بعد كده الاوفر اكسايتيشن، بعد كده lack of the brain derived neurotrophic factor، الفري راديكلز اللي هي اوكسيديتيف دامج، والابسنس اور ذا ديبليشن اوف ذا نور اللي هو النيوكليولس اورجانيزنج ريجنز. بعد كده ممكن كمان الليكج اوف سيلولر كونستيتوينتس ان جنرال، بالذات ده بيحصل مع الانفلاميشن زي ما احنا عارفين، والبريك داون اوف ذا بلاد برين بارير. يبقى دول سبع حاجات بيعملوا لي سيل ده. بس هو ايه كمان ممكن؟ ده حاجات في السيل انترنال سيل ديث، حاجات في السيل فانكشن. لكن ممكن يحصل لنا ايه؟ سكندري ديجنريشن مع الترانسكشن. معروف لما بيحصل ترانسكشن لاي نيرف ايه اللي بيحصل؟ بقيه النيرف بيحصل له ايه؟ بيحصل له سكندري ديجنريشن، مش بس السيجمنت اللي انا اتعودت فيه. تمام؟ فالريليس اوف جلوتاميت اند اذر نيوروتوكسيك كومباوندز فروم انجرد اكسس بيؤدي الى بروجريشن اوف ذا ديجنريشن بروسيس. ادمنستريشن اوف سيرتن سينثيتيك بوليبيبتايدز ممكن يساعد على موضوع الريجنريشن. اوكي، بريفنت ذا اميون سيستم فروم اتاكينج ذا نيرف. طيب احنا اتكلمنا عن الاوبتيك نيرف، وكلمنا عن السيل ديث في الريتنا جانجليون سيلز، هنتكلم عن lateral genicular body in very short. اوكي، lateral genicular body فيها 6 layers، 1 و 2 فيها الماجنوسيلر سيلز، و 3 4 5 6 فيها الفاجوسيلر سيلز. طب دول بيبقى جاي لهم information منين؟ جاي لهم افرنس منين؟ جاي لهم افرنس من الريتنا. اوكي، lateral genicular body، بس هو مش بس جاي له من الرتن، هو جاي له من الفيجوال كورتكس از ويل. اوكي، افرنس وبيبعت افرنس كم، وبيبعت الافرنس بتاعه فين؟ للايه؟ للفيجوال كورتكس اريا 6.
خلاص يبقى lateral geniculate body جاي له information من الريتنا ومن البرين من الفيجوال كورتكس، هي الاريا فيها connections between both sides and the whole brain. اوكي وبيبعت الافرنس بتاعته للفيجوال كورتكس، وبيعمل بنظام برضو اللي هو ايه الاون اوف، يعني هستيميليت سنتر اوف بريفري اوف سنتر اند اون بريفري. Not all retinal action potentials lead to an action potential of the lateral geniculate body. The transfer ratio is 0.3 to 0.5%. أنا مش عارفة دي معلومة مهمة ولا لأ. Okay, but at the lateral geniculate body adjustment and the filtering occurs. I think this is important عشان مش كل visual information مهمة في كل لحظة. Okay, and feedback and feed forward functions exist اللي هو باخد من البرين وبديله. اوكي والريتنا وبديله. وفي الاخر انتوا عارفين طبعا الصوره ديت بتاعت الانجريز اللي في ديفرنت بارتس اوف ذا فيجوال باثوي بتعمل لنا ديفرنت ايه فيجوال فيلد ديفكتس، وعارفين قصه الماكيولار سبيرنج علشان الديول ايه بلاد سبلاي. ثانك يو فيري ماتش. وانا اسفه جدا يعني على السطحيه اللي انا فيها.